السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي إخوتي، إن شاء الله نكمل وياكم اليوم ودروسنا في الكالكولس. واليوم عندنا متسلسلة، لازلنا في موضوع الباور سيريز، واليوم عندنا موضوع يعني وصلنا الفقرة أنه عندنا نوع من المتسلسلات مهم جدا بالفيزيكال أند إنجينيريكال أو إنجينيرينج أبليكيشنز، عندنا اللي هي تايلر سيريز. راح نبدأ بتايلر سيريز. شو نقول بتايلر سيريز؟ نقول series representation. نبدأ بالبداية series representation. نجي هنا نريد شو نقول؟ نريد نقول أنه هل ممكن، طبعا إحنا شنو خواص السيريز؟ خواص السيريز خلنا نجي نقول أنه الباور سيريز. بابا صور يا لا عندنا الباور سيريز مثل ما نعرف متكونة منين؟ من كافيشنتس، ومتكونة من x ناقصا a، هذا نسميه center اس n. واذا جينا نفتحها السيريز، اذا اجينا نفتحها راح يصير عندي اي نوت زائدا اي 1 اكس ناقصا اي زائدا اي 2 اكس ناقصا اي الكل تربيع، وهكذا زائدا خلينا نكمل لنا بعد حد زائدا اذا ردنا نكتبها هيجي او هيجي زائدا اي 3 اكس ناقصا اي 3 زائدا لحد ما نظل نمشي، انه مثل ما تعرفون نرجع علما للفورم النهائي اللي هو اي ان. هاي طبعا من خواصها انه هي بولينوميال، يعني كونتينوس. من خواص منه ومن خواص السيريز او الباور سيريز، من خواصها انه مستمره وديفرنشبل. يعني شنو مستمره؟ يعني مستمره لان هي بولينوميال، عند اي عدد من اعداد الار مستمره على كل ار. وشنو بعد؟ وديفرنشبل، قابله للاشتقاق اللانهائي. ديفرنشبل يعني من اريد، ليش قابله للاشتقاق اللانهائي؟ تعرفون انتم البولينوميال، يعني مثلا انا اذا كانت عندي اكس اس ان، خوش ف يعني عندي مثلا اكس تربيع، الاكس تربيع اجي اشتقها اول مره 2 اكس، اجي اشتقها مره ثانيه مشتقه ثانيه مالتها، المشتقه الثانيه مالتها راح شو تصير؟ راح يصير عندي بس 2، المشتقه الثالثه تصير صفر. اذا انا اذا عندي من الدرجه الثانيه فمشتقتها الثالثه صفر. واذا عندي اكس تكعيب اشتقها مره 3 اكس تربيع، اشتقها بعد مره راح تطلع 6 اكس، اشتقها بعد مره تطلع 6، اشتقها بعد مره ايش تطلع؟ صفر. طبعا هي مو موجوده، مو نقول عليها ما موجوده، يعني مشتقه الصفر ايش يطلع؟ صفر، ومشتقه الصفر يطلع صفر. هل معناها انه هاي المشتقه ما موجوده؟ لا موجوده، باعتبار الصفر هو داله الصفر وكونستانت، ومشتقه الثابت صفر، ولكن ما بها معلومات تخدمني، خالية من المعلومات اللي تفيدني. أنا من أجي أشتق صفر كذا مرة، يعني شنو اللي راح أحصله؟ هل من أكامل الصفر كذا مرة؟ ما راح أفتهم شيء من عنده، ولكن أنا من ألقى بولينوميال لا راح أفتهم من عندها فد شيء. فهنا قبل الاشتقاق اللانهائي، ليش؟ لأن أسها أن، والأن وين يروح؟ مثل ما تعرفون الأن يروح من الصفر، المن يروح للإنفينيتي، فقابلة للاشتقاق الغير نهائي. فهنا يجي سؤال، هل ممكن أن نجيب الدالة، يعني نجيب لنا دالة اف اوف الاكس ونمثل هاي الدالة على شكل باور سيريز؟ لو ما ممكن، هذا السؤال اللي راح نشتغل عليه ومهم جدا بالتطبيقات. يعني انا اريد اجيب اي دالة، واحد على اكس، واحد على اكس تربيع، اكسبوننشيال الاكس، ساين اكس، كوساين اكس، هاي الدوال كلها، هل ممكن ان اجيب هاي الدالة واخليها كسيريز؟ او اسوي هو شنو الريبرزنتيشن؟ الريبرزنتيشن يعني عرض، يعني تمثيل، يعني نمثل سيريز ريبرزنتيشن، يعني راح نجيب الداله ونمثلها كسيريز. مثلا عندي هاي فانكشن، هاي فانكشن 1 ناقص اكس، اذا تتذكرون سوينا 1 زائد اكس زائد اكس تربيع زائدين، وهكذا اذا تتذكرون ايش طلعت عندي؟ طلعت عندي انه انا قدرت امثل هاي الداله كإنفينيت باور سيريز، دالة باور سيريز غير منتهية. فهنا السؤال، خوش حكي، هنا السؤال يقول لو فرضا احنا قدرنا
لو فرضا او مو هيك خل اصيخه لكم صياغه، ما هو الشيء الذي احتاج ان اعرفه يعني على مود افهمك الموضوع لا اكثر ولا اقل؟ نقول شنو الشيء اللي نحتاج نعرفه بهاي الباور سيريز على مود اعرف الداله؟ يعني انا من اجيب داله معينه، مثلا اجيب داله جي او في الاكس معينه، واجي اقول له اريد اسوي هاي الداله اي نوت زائدين اي 1 اكس ناقصا اي، واجيب زائدين اي 2 اكس ناقصا اي الكل تربيع زائدين، وهكذا. زين، اذا قلت له انا حتى اعرف هاي شنو اللي احتاجه؟ هل احتاج اعرف القوس؟ نقول له لا، القوس ثابت، القوس ثابت، يم الاي 1 هو اس 1، يم الاي 2 اس 2. اذا منو اللي احتاج اعرفه؟ منو اللي ادور عليه؟ منو اللي يعطيني شخصيه هاي الداله اذا فتحتها كسيريز؟ هي الكوفيشنتس. اذا مشكلتي حتى القى الداله او حتى احول الداله من الفورم الطبيعي اللي هي كفورمولا واحولها او امثلها او اعرضها كانفينيت باور سيريز، خوش حكي، لازم شنو؟ لازم اعرف شنو معنى هاي الكوفيشنتس وشنو قيمتها. راح نراويكم شلون راح نلقى قيم هاي الكوفيشنتس. اللي راح نسويه هو الآتي، نرجع المل للتمثيل الأساسي مالتنا. راح نقول له يابا لنفرض لنفرض أنه الـ F O في الـ X انكتب على شكل A نوت A1 X ناقصا A A2 X ناقصا A تربيع زائدا A3 X ناقصا A الكل تكعيب، وهكذا. نجي هسه شو نريد؟ نريد نشتق المشتقة الأولى اف اوف داش المل الاكس. من نشتق المشتقه الاولى الاي نوت تروح صفر لانه كونستانت، الاكس نشتقها تبقى واحد. ايش تبقى عندي؟ تبقى عندي بس الاي 1. الاي 2 تعرفون احنا من نجي نشتق هاي الاي 2 ننزل الاثنين، خوش حكي، ومشتقه داخل الاس 1، فتبقى الاي 3 راح يصير عندي زائد ايش قد؟ زائد اي 3، خوش حكي، وعد هنا اكس ناقصا الاي، العفو، تصير هنا 3 3 اي 3 مو هيجي، وفوق ايش راح يبقى عندي؟ يبقى عندي بس 2 زائدين، خوش حكي، لحد ما نوصل انه الاي ان اضربه بمن؟ راح اضربه بان اي ان واكس ناقصا اي اس ان ناقص 1. يعني هاي فرضت انا المتسلسله مالتي منتهيه الحد زائد اي ان اكس ناقصا اي اس ان، هذا اشتقيت الان نزلت ونقصت من الاس شنو؟ نقصت من الاس 1. وين مساحتي؟ شو ماكو مساحتي؟ صبور. زين، نجي هسه هنا عندنا نشتق المشتقه الثانيه اف اوف دبل داش للاكس، شي يساوي الاي 1 راح يروح صفر. ايش يبقى عندي؟ يبقى عندي هنا 2 اي نوت او 2 اي 2 العفو، هذا كله راح المقدار، زائد هنا راح يصير 3 في 2 اي 3، خوش حكي، اي 3 اكس ناقصا اي اس 1. خلينا نجيب الرابع، الرابع من الساعه اشتق، يعني هاي مشتقه ثانيه، نجيب الاس 4 نشتقه، يعني انطاك 4، خوش حكي، وش انطاك؟ وانطاك 2، عفوا انطاك 3 اكس ناقصا اي تربيع، مو هيجي؟ يعني هذا اذا لو كان عندي الاكس ناقصا اي اس 4 اشتقيته مره، وهذا هنا اي اس 4 اشتقيته مره، فصار 4 اي 4 اكس ناقصا اي، كنت تكعيب اشتقى بعد مره 4 في 3 اي اس 4 اكس ناقصا اي الكل تربيع، وهكذا هيجي. هنا 3 اي اس 4 اي اس 4 4 في 3، وهكذا لحد ما نوصل المن، لحد ما نوصل نقاط، هذا نشتقه مره ثانيه. ايش راح يصير عندي؟ هذا راح يصير عندي كالاتي، راح يصير عندي انه الان مضروب بمن؟ بالان ناقص 1 مضروب بمن؟ بالاي ان، ويبقى عندي اكس ناقصا اي، وصارت الان ناقص 2. طبعا هاي مهمه، بس انا جاي اطلع لك الاي حتى نفهم. خلينا نجي نلقى المشتقه الثالثه اف اوف دبل او تريبل داش للاكس،
شي يساوي لي هنا؟ ايش راح يبقى عندي؟ هذا كله كونستانت صفر. هنا ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي الاتي، راح يبقى عندي 3.2 اي 3. هذا ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي زائدا اي 4، او راح يبقى عندي 4 مضروب ب 3 مضروب ب 2 اي 4 خوش حكي اكس ناقصا اي، وبعد ما راح اجيب لكم الخامس هذا راح يبقى عندي ان ان ناقص 1 ان ناقص 2 خوش حكي اي ان اكس ناقصا اي. لا بعد عندي بعد، والله خل اشتق، لو اشتقيت لا اشتقيت اي ان، وهنا ايش راح نقول له؟ اكس ناقصا اي اس ان ناقصا ناقصا 3 زائد. حلو لحد هنا اوكي. طلعنا شنو؟ طلعنا الشكل العام المن، طلعنا الشكل العام. انا اريد ادور على اليمن، ادور على الكوفيشنتس، يعني ادور على الاي نوت اي 1 اي 2 اي كذا. حلو زين، عندي فكره هسه نقول له ليت اكس يساوي اي، نعوض قيمه الاكس يساوي اي. يعني ايش راح نحصل؟ راح نحصل الاتي، يعني ذن راح نحصل ان ثلاثتهن اذا عوضنا راح نحصل انه اف اوف داش للاي باو علي اف اوف داش. او ليش اف اوف داش؟ نروح للداله الاصليه اول مره، نعوض بالداله الاصليه. اذا عوضت الاي هنا بالداله الاصليه كل المقادير يصير اي ناقص اي، اي ناقص اي كلهن صفرا ما عدا الحد الاول، فايش راح ينطيني؟ يساوي لي اي نوت، لان البقيه كلهن راح يصفر. زين نروح للداله الثانيه اف اوف دبل العفو اف اوف داش للاي المشتقه الاولى، هاي المشتقه الاولى دعوضوني ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني تساوي لي اي 1. زين اف اوف دبل داش مشتقه ثانيه ايش راح تعطيني؟ وين المشتقه الثانيه؟ راح تعطيني 2 اي 2. مشتقه ثالثه 1 2 3 للاي، لان كلهم راح يصفرن. ايش تبقى عندي؟ تبقى عندي 3 في 2، وتبقى عندي شنو؟ اي 3 مو؟ نعم اي 3. بعد نقول اف اوف، اذا راح نستنتج اذا اف اوف للمشتقه النونيه، يعني مو ثالثه ورابعه وخامسه، لا نمشي بعد للعدد اي ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي جاي تلاحظ هذا العدد مضروب من؟ هذا مضروب الان مال المشتقه الثالثه، هذا مضروب 3، 2 هذا مضروب 2، 1 هذا مضروب 1، هنا عند الصفر مضروب الصفر هم 1. ايش راح يصير؟ راح يصير عندي مضروب الان في شنو؟ في اي ان. اذا الاي ان الحد النوني ايش راح يصير؟ راح يصير عندك اف اوف اس ان للاي خوش حكي على اليمين على مضروب الان هاي الكوفيشنتس. وش حكي؟ هاي عندي شنو مقدار الكوفيشنت او مقدار المعاملات اللي ادور عليها. حلو اذا انا لقيت المعاملات هسه وما عندي اي مشكله. اذا هسه الفكره او الخطوه اللي عندي باو علي، الخطوه او الفكره اللي عندي انه انا من اجيب واريد امثل الداله اف اوف الاكس كباور سيريس كاي ان اكس ناقصا اي الكل ان كانت عاصيه عندي هاي او كانت المستعصيه عندي هاي كشيء مجهول كشيء مبهم. هسه نقول لا، ايش تحولت الامور؟ تحولت انه انا اقدر افتح الداله اف اوف الاكس كباور سيريز الان يبدي لي من الصفر ويروح للانفينيتي الاي ان، راح اعوض مكانه اف اوف برايم للان للعدد اي خوش حكي على اليمن على ان، وهنا اكس ناقصا اي اس ان. هاي شي يسموها؟ يسموها بالحقيقه تايلر، يعني هاي يسمونها متسلسله تايلر. هذا الحكي طوره تايلر، خلينا نقول مو طوره تايلر، يسموها متسلسله تايلر. بالحقيقه ما باحث منو اللي طورها، هل هو نيوتن او تايلر او ماكلورين خوش حكي، بس هي يسموها هاي متسلسله تايلر. هسه ايش راح نشتغل؟ نشتغل الشيء الرسمي بيها او نشتغل الشيء القانوني بيها. راح ناخذ التعريف نقول تايلر اند ماكلورين سيريز حتى تكون الامور رسميه ويمتى نقدر نعرفها. خلينا نشوف احنا هسه نوعيه الدوال اللي نقدر نكتبهن هالشكل شنو؟ هذا يجي الشيء الرسمي هسه هنا كله رسمي عشان كنا نلعب ديفينيشن. يقول let of of x has a derivative او has
of all order. خوش حكي. Throughout some interval containing A as an interior point. Then Tyler series or Taylor series. خوش حكي. Generating that by of awful x. خوش حكي. At x يساوي a is. هاي مهمة. خوش حكي. ايش راح يصير؟ راح يصير انه يعني يقول لك المتكونة عندك ال k يساوي لي من النوت للانفينيتي اوف اوف نا عندك ال k لل a على يمين على ال k مضروب على x ناقصا a اس k. هذا التعريف. اذا يقول لك اذا كانت عندي اف اوف ال x دال has derivatives of all order شرط تكون لها مشتقة، مو إلها مشتقة ثانية وثالثة ورابعة وتوقف، لا إلها مشتقة من كل، لها مشتقة خلينا نقول من كل المراتب، يعني إلها مشتقة نونية لحد ما يعني ما نوقف. بس هاي وين إلها مشتقة؟ throughout يعني من خلال أو خلال some interval في فترة معينة. containing A تحتوي على العدد A كعنصر داخلي as interior point مو عنصر حدودي، لأن العنصر الحدودي غير قابل للاشتقاق إلا من جهة واحدة، قابل مشتقة من اليسار وقابل مشتقة من اليمين، وإحنا نريد لا قابل مشتقة من اليمين ومن اليسار. خوش حكي. Then the Taylor series that generated by of of x Taylor series. طبعا Taylor series يراد لنا شغلتين حتى نبنيها، يراد لنا دالة قابلة للاشتقاق عند كل الأعداد معرفة في فترة معينة أو قابلة للاشتقاق في فترة معينة، ويراد لنا السنتر الـ A. ذن شغلتين إذا حصلناها نقدر نبني Taylor series كاملة. خوش حكي. زين، التعريف الثاني ماكلورين، نفس الفكرة نفس التعريف. ماكلورين نفس الفكرة، بس هنا ايش راح نسوي؟ راح نخلي الاي صفر لا اكثر ولا اقل، يعني ما بيها اختلاف شديد. هم كذلك ندور على دالة قابلة للاشتقاق. خوش حكي. او توجد لها مشتقة من كل المراتب، وهاي يكون المشتقة يعني من كل المراتب في انترفل معينة او في فترة معينة. خوش حكي. احنا شارحين شنو معنى قابلية الاشتقاق ويمتى تكون الدالة قابلة للاشتقاق، شارحينها في دروس أخرى. فإيش راح يصير يعني القانون مالتها؟ راح يصير القانون مالتها كالآتي، أنه k يساوي صفر للإنفينيتي of of المشتقة النونية للصفر على الآن مضروب الآن في x. ليش إحنا اشتغلنا k؟ اشتغلنا k هاي مضروب ال k، وهاي هنا عندي k. خوش حكي. وهنا عندي شنو كي؟ هاي ماكلورين، يعني فقط الاي يساوي صفر. يقول لك الاي او نعم الاي عندك يساوي صفر لا اكثر ولا اقل. من يصير الاي يساوي صفر، فهاي شي يسمونها المتسلسلة، يسمونها متسلسلة ماكلورين. اذا هسه اللي حصلنا دورنا على انه شلون نقدر نسوي يعني ريبريزنتيشن للداله او تمثيل للداله على شكل باور سيريز، وحصلنا تمثيل. وقلنا احنا نقدر نحصل تمثيل، ولكن اللي توقف عندنا منه واللي توقف عندنا الكوفيشنتس، وعرفنا شلون نطلع الكوفيشنتس. خوش حكي. من طلعت الكوفيشنتس عرفنا انه هاي المتسلسله شي يسمونها متسلسله تايلر، وهاي المتسلسله يسمونها متسلسله ماكلورين.
وهاي تتحقق إذا كانت عدة دالة لها مشتقات من كل المراتب، هاي وحدة لها مشتقات من كل المراتب في فترة معينة، مو إلا على كل R في فترة معينة، خوش حكي. وكان عندي السنتر عنصر داخلي في هاي الفترة المعرفة، أقدر أكتبها على شنو؟ على شكل متسلسلات ماكلورين إن شاء الله. هذا جزء من المحاضرة أو جزء من الفكرة، تايلر وماكلورين. بالجزء الآخر إن شاء الله هكمل وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.